20 عام. انا عايز اعرف دور وزاره التضامن النهارده في المؤتمر و ابرز التغيرات اللي تقدر تعوض على المرأة. مش سامع النهارده المؤتمر سيناقش وضع المرأة بعد 20 عام. انا عايز اعرف دور وزاره التضامن في المؤتمر وابرز التغيرات التي طرأت على وضع المرأة. يعني وضع المرأة هو ده جزء من تقرير بيرفع لمؤتمر بيجين بلس 20 اللي هو 20 عام على مؤتمر بيجين اللي كان فيه تعهدات من مختلف الدول بالعمل على تحسين مكانة المرأة. هو أيضا متصل بأهداف الألفية اللي كانت حاطة أحد أهدافها الثمانية إنها تركز على عمل المرأة، وبالتالي بيكلم على المرأة في التعليم، المرأة في الصحة، المرأة في سوق العمل، المرأة في السياسة. في الحالة دي مصر بترفع تقرير بتعرض فيه ما تم من إنجازات والإخفاقات اللي واجهتها. لا شك إن مكانة المرأة المصرية ومكانها لا يليق بتاريخها ولا يليق بدورها في المجتمع، وإحنا محتاجين كلنا نشتغل مع بعض، مش بس وزارة التضامن، كل الوزارات، لأن ده مش عمل وزارة واحدة، ده عمل كل الوزارات، إن هي تشتغل على إن هي يعني تعلي من مساهمة المرأة ومن مكانة المرأة في المجتمع. وزارة الثقافة عليها دور مهم جدا، المؤسسات الإعلامية عليها دور مهم جدا، وزارة الصحة في رعايتها لصحة المرأة، وزارة التعليم في التأكيد على تعليم الفتيات ومحو الأمية، وزارة التعليم العالي في التأكيد على تشجيع الفتيات على التعليم الجامعي واستكماله والتوجه للتعليم في مجالات المختلفة، مش بس التركيز على مجالات معينة تكرس الدور التقليدي للمرأة. وزارة التضامن عندها برنامج كبير جدا اسمه كرامة وتكافل، تكافل موجه للمرأة في الأسرة لأنه بيدي المرأة الدعم النقدي وده بيديها تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي. وزارة التضامن بتتعامل مع UN Women، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، علشان تطوير مراكز حماية المرأة المعنفة وعلشان مراكز خدمة المرأة نطورها، التمكين الاقتصادي من خلال دعم الجمعيات الأهلية اللي بتشتغل في الإقراض للمشروعات متناهية الصغر للمرأة. أيضا عندنا برنامج كبير جدا للتدريب علشان المرأة تبقى عندها قدرة على الالتحاق بالمحليات والدخول في الانتخابات القادمة إن شاء الله، لأن أنا شايفة أن المرأة لازم تبتدي في المحليات أولا حتى يعتاد المجتمع على تواجدها وأنها تلعب دور سياسي وبعدين تنطلق إلى مجلس النواب بصورة أفضل. شكرا جدا.